السلام عليكم، لا تنسوا الإعجاب بالفيديو والاشتراك في القناة تشجيعا لنا لنستمر بنشر المزيد إن شاء الله. إن أعجبك الفيديو لا تنسى الإعجاب والاشتراك في القناة. الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على مولانا رسول الله وعلى آله وصحبه أجمعين. أيها الأحباب الكرام، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. حديثنا اليوم عن قيام الليل ملاد الذاكرين. قيام الليل هو من أعظم وأفضل الصلوات والأذكار والتضرعات بعد الصلاة المكتوبة، وقد أمر الله تعالى رسوله الكريم بأدائها، فقال ربنا عز وجل: يا أيها المزمل قم الليل إلا قليلا، نصفه أو انقص منه قليلا، أو زد عليه ورتل القرآن ترتيلا، إنا سنلقي عليك قولا ثقيلا، إن ناشئة الليل هي أشد وطئا وأقوى مقيلا، لك في النهار سبحا طويلا، واذكر اسم ربك وتبتل إليه تبتيلا، بالمشرق والمغرب لا إله إلا هو فاتخذه وكيلا. أمره الله عز وجل بالتهجد بالليل، وأن يجتهد في هذا الأمر، لأن ربنا عز وجل أعد له مقاما محمودا، وهو المقام الذي لا ينبغي إلا لواحد من خلق الله، وعسى أن يكون هو رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال ربنا سبحانه: ومن الليل فتهجد به نافلة لك عسى أن يبعثك ربك مقاما محمودا. وبالمقابل ربنا سبحانه وتعالى أمر عباده المؤمنين والصالحين والذاكرين أن يجتهدوا في قيام الليل، ومدح طائفة منهم أنهم لا يكادون ينعمون بنوم عميق في لياليهم، يقومون يشمرون عن سواعدهم، يتوضؤون ويستقبلون القبلة، ويذكرون الله كثيرا، ويستمرون في الركوع والسجود والتلاوة حتى تتفطر أقدامهم. قال ربنا عز وجل عن صفات عباد الرحمن: والذين يبيتون لربهم سجدا وقياما. قال عنهم: تتجافى جنوبهم عن المضاجع، يدعون ربهم خوفا وطمعا، ومما رزقناهم ينفقون. هؤلاء هم أهل الله، هؤلاء هم خاصة الرحمن، هؤلاء هم الأصفياء الأطهار المقربون. هل يمكن أن نقارن بين هؤلاء وبين الذي لا يكاد يصلي، أو إذا صلى الفرائض المكتوبات صلاها بسرعة ينقرها نقر ديك؟ أبدا، فرق كبير بين المجتهدين في العبادة والذكر وقيام الليل وبين المقلين في ذلك. لهذا ربنا عز وجل بين فضلهم على غيرهم، هؤلاء القانتين الذاكرين. قال: أمن هو قانت آناء الليل ساجدا وقائما يحذر الآخرة ويرجو رحمة ربه، قل هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون، إنما يتذكر أولو الألباب. أن الله تعالى جعل بأن أعلى مراتب العلم هو الذي يقود صاحبه للقنوت آناء الليل ساجدا وقائما يحذر الآخرة ويرجو رحمة ربه، إنه أعلى مراتب العلم، لأن العلم لا خير فيه إذا كان لا يقود إلى الله. أي علم لا يقودك إلى الله ولا يعرفك بجلال الله ولا يحببك في دين الله فلا خير فيه.
فالعلم النوراني الرباني المبارك هو الذي يجعلك أكثر قربا من ربك جل جلاله. سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم لما تشرب هذه المعاني وأكرمه الله تعالى بالفتوحات وأراه ملوك ملكوت السماوات والأراضين بدأ ينشر هذا الخير بين أتباعه وأصحابه وبين كافة المؤمنين والمؤمنات، وصار يحط على قيام الليل لأنه ملاذ الذاكرين، لأنه مأوى العاشقين، لأنه منبر المؤمنين الصالحين الأصفياء المقربين. فكان صلى الله عليه وسلم يقول: عليكم بقيام الليل فإنه دأب الصالحين قبلكم، وهو قربة إلى ربكم، ومكفرة للسيئات، ومنهاة للإثم، فعليكم بقيام الليل. هذه وصية رسولنا سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم إلينا جميعا. هل نحن نقوم الليل؟ كم تقوم من الليل؟ كم في اليوم أو كم في الأسبوع أو كم في الشهر؟ هل أنت من الذين وفقهم المولى وأحبهم لكي يقوموا بين يديه؟ يخبرنا النبي صلى الله عليه وسلم فيقول: أتاني جبريل فقال: يا محمد، عش ما شئت فإنك ميت، وأحبب من شئت فإنك مفارقه، واعمل ما شئت فإنك مجازى به، واعلم أن شرف المؤمن قيامه بالليل، واعلم أن شرف المؤمن قيامه بالليل، وعزه استغناؤه عن الناس. من أراد الشرف، من أراد الكرامة، فعليه بقيام الليل، لأنه يحظى بقبول الرحمن ويضفي عليه من البركات والأنوار. ومن أراد العز في الدنيا فليستغني عن الناس، لا يتسول ولا يطلب منهم معونة، وإنما يطلبها من الخالق الرازق مالك الملك. تروي أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها فتقول: كان النبي صلى الله عليه وسلم يقوم من الليل حتى تتفطر قدمه، فقلت له: لم تصنع هذا يا رسول الله وقد غفر الله لك ما تقدم من ذنبك وما تأخر؟ قال: أفلا أكون عبدا شكورا؟ أفلا أكون عبدا شكورا؟ صلاة الليل وقيام الليل عند النبي صلى الله عليه وسلم لم يكن بركعتين ولم يكن بآيتين، وإنما كان يطيل القيام ويطيل القراءة ويطيل الوقوف، حتى إن قدماه تكاد تتفطران، ومع ذلك يستمر صلى الله عليه وسلم لأنه مأمور بذلك: يا أيها المزمل قم الليل إلا قليلا. فكان صلى الله عليه وسلم مجبر على القيام لأنه نبي وصاحب رسالة وحامل للأمانة. فكان يصلي النبي الكريم صلاة الليل. يروي الصحابي الجليل حذيفة بن اليمان رضي الله عنه فيقول: وراء النبي صلى الله عليه وسلم ذات ليلة فافتتح بالبقرة، بدأ بسورة البقرة، فقلت: يركع عند المئة ثم مضى، فقلت: يصلي بها في ركعة فمضى، فقلت: يركع بها، ثم افتتح آل عمران فقرأ بها، افتتح النساء فقرأ بها، وكان يقرأ مترسلا، إذا مر بآية فيها تسبيح سبح، وإذا مر بسؤال سأل، وإذا مر بتعود تعود. ركع النبي صلى الله عليه وسلم. كان حذيفة يظن بأن ركوعه سيكون سريعا ليس كالقراءة، فقال فجعل يقول في ركوعه:
سبحان ربي العظيم، سبحان ربي العظيم، سبحان ربي العظيم، فكان ركوعه نحوا من قيامه، أي طويل بمقدار قراءة سورة البقرة وآل عمران والنساء. ثم بعد ذلك رفع من ركوعه وبقي واقفا يثني على ربه نحوا من قراءته، قال سمع الله لمن حمده، قام قياما طويلا قريبا مما ركع، ثم سجد فقال سبحان ربي الأعلى، سبحان ربي الأعلى، سبحان ربي الأعلى، وصار يقولها كما كان يقول في القراءة وفي الركوع وفي القيام، فكان سجوده قريبا من قيامه. كان صلى الله عليه وسلم هكذا صلاته، لم تكن صلاة سريعة ولا صلاة خفيفة، وإنما كانت صلاة عميقة وتأخذ ساعات بالليل، لأنه نبي ولأنه مكلف ولأنه فتح الله عليه حلاوة القيام، فلا يكاد يجد تعبا ولا مشقة، وإنما يسبح في ملكوت الله ويغترف من رحموت الله وينال من رضا الرحمن جل علاه. هكذا كان سلوك نبينا ورسولنا سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم. ويروي الصحابي الجليل عبد الله بن مسعود رضي الله عنه فيقول صليت مع النبي صلى الله عليه وسلم ليلة صار يصلي طويلا فلم زل قائما حتى هممت بأمر سوء. لما هممت يا ابن مسعود؟ قال هممت أن أجلس وأدعه، لأنه أطال أكثر من اللازم، هممت أن أجلس وأتركه. فكان ابن مسعود يستحي أن يقول هذا الكلام، لأنه يعلم بأن سيدنا النبي يأخذ بالعزيمة بالقوة. وقد بين النبي الكريم صلى الله عليه وسلم مقدار القراءة في قيام الليل، فقال عليه الصلاة والسلام من قام بعشر آيات لم يكتب من الغافلين، ومن قام بمئة آية كتب من القانتين، ومن قام بألف آية كتب من المقنطرين. يقول الحافظ ابن حجر العسقلاني رضي الله عنه لما سئل عن ألف آية لكي تكون من المقنطرين، قال هي من سورة تبارك إلى آخر القرآن، ألف آية من سورة تبارك الملك إلى آخر القرآن هي ألف آية. هل يستطيع أحد أن يقرأ في ركعة واحدة كل هذا الخير من القرآن الكريم؟ لا يستطيعه إلا أصحاب العزائم، إلا الأنبياء والمرسلون والأولياء المقربون والصالحون المجدون المجتهدون. اللهم اجعلنا منهم يا رب العالمين. الكرام، قيام الليل هو دأب الصالحين وراحة المؤمنين وعمل الفائزين واجتهاد الذاكرين وسعي العاشقين لله. ففي الليل يخلو المؤمنون الموحدون بربهم جل علاه، يتوجهون إلى خالقهم وبارئهم، فيشكون إليه أحوالهم ويسألونه من فضله تبارك وتعالى. نفوس المؤمنين قائمة بين يدي خالقها، عاكفة على مناجاة بارئها، تتنسم من تلك النفحات وتقتبس من أنوار تلك القربات، وترغب وتتضرع إلى عظيم العطايا والهبات. وكان من دأبهم أنهم يجتهدون ويتنفسون في هذا العطاء الرباني، كما قال شداد بن أوس كان إذا آوى إلى فراشه كأنه حبة على مقلى. إذا أراد أن يقوم الليل وإذا أراد أن ينام يرتعش وكأنه حبة على مقلى.
يقول: اللهم إن جهنم لا تدعني أنام فيقوم من جديد إلى مصلاه. فالمؤمنون الصالحون كانوا يجتهدون في قيام الليل، لأنهم يعلمون بأن الله تعالى يرضى عن القائمين، وقد أعد لهم من الأجر والثواب في الجنة ما الله به عليم. أعد لهم ما لا عين رأت ولا أذن سمعت ولا خطر على قلب بشر. من ذلك ما رواه الإمام علي بن أبي طالب رضي الله عنه حينما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن في الجنة غرفا ترى ظهورها من بطونها وبطونها من ظهورها. فقام أعربي فقال: لمن هي يا رسول الله؟ قال: لمن أطاب الكلام وأطعم الطعام وأدام الصيام وصلى لله بالليل والناس نيام، وصلى لله بالليل والناس نيام. هذا هو قيام الليل. طوبى لمن وفقه المولى عز وجل لهذا الخير العظيم وهذا الفضل الكبير. قد يقول قائل: ما الفرق بين قيام الليل وبين التهجد وبين التراويح؟ قيام الليل هي أن يقضي المسلم بعضا من ليله حتى ولو قضى ساعة منه في أداء العبادات، ويكون متنوع هذا القيام، فيه صلاة، فيه تلاوة القرآن، فيه تسبيحات، فيه صلاة على النبي المختار، فيه أذكار متنوعات. المهم يحيي ليله، هذا يسمى قيام الليل، يحيي ليله بذكر الله، وينوع بين صلاة وبين ذكر وبين تلاوة القرآن وتسبيحات وغيرها. أما التهجد فهذا يعني أن يقضي المسلم ليله بالصلاة، هو مخصوص فقط بالصلاة، أن الإنسان يقوم ويضع مصحف التهجد إما بحفظه أو يقرأ من المصحف ويطيل القراءة والوقوف بين يدي الرحمن لساعات طوال ولو ركعتين، يسمى التهجد، ويكون في طيلة الليل أو في وسطه أو أوله أو آخره. أما التراويح فهذه خاصة بقيام الليل، يكون في رمضان، تكون فيها قيام وتهجد، وتصلى عقب صلاة العشاء أو قبل صلاة الصبح، وأفضلها ما كان في الثلث الأخير من الليل، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: ينزل ربنا تبارك وتعالى إلى السماء الدنيا كل ليلة حين يبقى ثلث الليل الآخر، فيقول: من يدعوني فأستجيب له، من يسألني فأعطيه، من يستغفرني فأغفر له، حتى ينفجر الفجر. من عليه أن يحرص أن يكون له نصيب من قيام الليل في الثلث الأخير من الليل، فإذا غلب عليه ذلك فلا أقل أن يكون له نصيب من الثلث الأول أو الثاني. لكن المؤسف أن الكثير منا يسهر أمام شاشة التلفاز أو أمام الحاسوب أو الهاتف النقال، ويشاهد الكثير من البرامج والكثير من الأفلام والوثائقيات والأخبار وغيرها مما لا فائدة فيه، بل منها ما يؤثم عليه، ويقضي الليل كله بلا نوم أمام هذه الوسائل، وتفوته لحظات ثمينة يخلو فيها بربه يناجيه ويسأله ويتملقه. وربنا عز وجل قد وعد بالخير العظيم لمن توفق ووفقه المولى لقيام الليل، اللهم اجعلنا منهم يا رب. وهناك سبل للتغلب على النفس لقيام الليل، فعلى المؤمن أن يكون له ورد يومي من ذكر الله وتلاوة كتابه لتتغذى روحه فتقوى وتنشط وتتطلع إلى الزيادة في الفضل. وعلى المؤمن أن تكون له الرفقة الصالحة تذكره بالله ويتنافس معها في الخير، الصحبة الصالحة مفتاح لكل خير.
وكذلك أن لا يغلب على المؤمن الانشغال بالدنيا، فقد قال صلى الله عليه وسلم: من أحب دنياه أضر بآخرته، ومن أحب آخرته أضر بدنياه، فآثر ما يبقى على ما يفنى. أيضا علينا تنظيم الوقت عموما، وخصوصا وقت النوم، والاستعانة بالقيلولة بالنهار ما أمكن حتى نتمكن من قيام الليل. فهذه بعض الأسباب المعينة على قيام الليل، إلى جانب أخرى كالنوم على طهارة والدعاء والتوجه إلى المنعم أن يمن ويتفضل ويتكرم على عباده وعلى أمته، لنكون جميعا بإذن الله من أصحاب الثلث الآخر من الليل. الله، لقد دأب المؤمنون والمؤمنات والصالحون والصالحات على الاجتهاد في قيام الليل، خصوصا في رمضان، لأن شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هو شهر الصيام والقيام والتنافس في أعمال البر والقربات إلى الله الكريم المنان، شهر التوبة والإنابة والرجوع إلى الله الرحيم الرحمن، شهر الرحمة والمغفرة والعتق من النيران. فشهر رمضان يضاف إلى ما ورد في فضل القيام عموما ما خص به هذا الشهر الفضيل بصلاة التراويح والاعتكاف في العشر الأواخر والليلة المباركة ليلة القدر التي هي خير من ألف شهر. فقد أخرج الإمام البخاري في كتاب صلاة التراويح عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يرغب في قيام الليل من غير أن يأمرهم فيه بعزيمة، فيقول: من قام رمضان إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه. ربنا عز وجل خص أمة حبيبه المصطفى صلى الله عليه وسلم بشهر رمضان وليلة القدر، ولم تعط أمة سبقت هذه الأعطية من الله الكريم المنان. هذه الليلة ليلة القدر التي فيها أنزل القرآن لقوله تعالى: إنا أنزلناه في ليلة القدر، ليلة عظمها المولى، فقال: وما أدراك ما ليلة القدر، من قامها إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه. هذا الشهر أيها الأحباب الكرام، رمضان، سماه الرسول صلى الله عليه وسلم شهر الصبر، فلا بد أن يصبر المؤمن على الطاعات ومخالفة العادات، فإنما هي أيام معدودات، والبخيل من يبخل عن نفسه في هذا الشهر. فعلينا أن نجتهد في قيام الليل على الأقل في رمضان الأكرم، فقيام الليل يكون في أول الليل أو في أوسطه أو في آخره، لكن في الآخر كان أفضل، يسمى الثلث الأخير من الليل. من السنة أن المؤمن يقوم بترتيل الآيات الكريمة عند القراءة وقراءة ما تيسر له من القرآن الكريم، وأن يجود ويرتل ويحسن صوته، لأن ربنا عز وجل يحب أن يقرأ كتابه الكريم بصوت جميل. ورتل القرآن ترتيلا. ومن المستحب عند القراءة أن يستعيذ بالله في من الآيات التي فيها وعيد، وأن يسأل الله تعالى الرحمة عند الآيات التي فيها رحمة، وأن يسبح حينما يمر على آية فيها تسبيح، أو يطمئن في صلاته إذا وجد آيات فيها رحمة، وأن يخشع المؤمن في ركوعه وسجوده، ويحرص على الإكثار من ذكر الله سبحانه وتعالى. لك الحمد أنت قيوم السماوات والأرض ومن فيهن، ولك الحمد أنت ملك السماوات والأرض ومن فيهن، ولك الحمد أنت نور السماوات والأرض ومن فيهن، أنت الحق ووعدك حق ولقاؤك حق وقولك حق والجنة حق والنار حق والنبيون حق ومحمد صلى الله عليه وسلم حق والساعة حق، لا إله إلا أنت
يا مقلب القلوب ثبت قلوبنا على دينك، نعوذ بك من عمل يخزينا، ونعوذ بك من صاحب يؤذينا، ونعوذ بك من أمل يلهينا، ونعوذ بك من فقر ينسينا، ونعوذ بك من غنى يطغينا. اللهم يا رب العالمين ارحمنا بترك المعاصي أبدا ما أبقيتنا، وارحمنا أن نتكلف ما لا يعنينا، وارزقنا حسن النظر فيما يرضيك عنا يا أكرم الأكرمين يا رب العالمين. اللهم إنا نعوذ بك من الفسوق والشقاق والنفاق والسمعة والرياء، ونعوذ بك من الصمم والبكم والجنون وسيء الأسقام. اللهم يا رب العالمين نعوذ بك من الهم والحزن، ونعوذ بك من العجز والكسل، ونعوذ بك من الجبن والبخل، ونعوذ بك من غلبة الدين وقهر الرجال. يا رحمن يا رحيم، يا رحمن يا رحيم، اغفر لنا ذنوبنا كلها دقها وجلها وأولها وآخرها وعلانيتها وسرها. اللهم وإنا نسألك خشيتك في الغيب والشهادة، ونسألك كلمة الحق في الغضب والرضا، ونسألك اللهم القصد في الفقر والغنى، ونسألك نعيما لا ينفد، ونسألك قرة عين لا تنقطع، ونسألك اللهم أن تختم لنا بالحسنى بكلمة لا إله إلا الله محمد رسول الله. رب العالمين يا أكرم الأكرمين، يا من تواضع كل شيء لعظمته، ويا من ذل كل شيء لعزته، ويا من خضع كل شيء لملكه، ويا من سكن كل شيء لهيبته، ويا من أظهر كل شيء بحكمته، تصاغر كل شيء لكبريائه، لك الحمد يا رب العالمين، يا من بعزته وجلاله تتم الصالحات. ندعوك يا ربنا دعاء طيبا خاشعا مباركا، اللهم إنا لك داعين، ولقسوة قلوبنا شاكين، ومن ذنوبنا خاشعين، ولأنفسنا ظالمين، وبجرمنا عالمين. ندعوك يا رب العالمين دعاء من جمعت عيوبه وكثرت ذنوبه وتسرمت آماله وبقيت آثامه وانسلبت دمعته وانقطعت مدته، دعاء من لا يجد لنفسه غافرا غيرك، ولا لمأموله من الخيرات معطيا سواك، ولا لكسره جبرا إلا أنت يا رب العالمين. ندعوك يا الله أن تغفر ذنوبنا وتستر عيوبنا وتمحو سيئاتنا وتفرج همنا وتقضي ديننا وتحقق رجاءنا وتبلغنا مقصودنا وتصلح أحياءنا وترحم أمواتنا وترزقنا رزقا حسنا يا رب العالمين. ندعوك يا رب دعاء من اشتدت فاقته وضعفت حركته وقلت حيلته، دعاء الغريب الغريق الفقير الذي لا يجد لكشف ما هو فيه إلا أنت، سبحانك لا إله إلا أنت، إني كنت من الظالمين. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. السلام عليكم، لا تنسوا الإعجاب بالفيديو والاشتراك في القناة تشجيعا لنا لنستمر بنشر المزيد إن شاء الله.